مساء النور جمهور موازين، مرحبا بكم في هذه السهرة المتميزة. كيف ما عودنا دائما مهرجان موازين كل سهرات متميزة في كل منصات، وخاصة هذه الليلة في منصة النهضة. أكيد مهرجان موازين برعاية جلالة الملك محمد السادس نصره الله. إذا كل ليلة كتكون متميزة بفنانين كيشرفونا وكينورونا وكنفرحوا بحضورهم هنا في بلدهم الثاني. ونشكروا أيضا الدعم المتواصل لشركاء الرسمي لمهرجان موازين إقاعات العالم في النسخة ديالو 19. الشكر الخاص لماروك تيليكوم، فونداسيون المدى، التجاري وفا بنك، إنوي، تأمين الوفاء، بنك أوف أفريكا، إغيما. الشكر أيضا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. شكرا للقناة الثانية. الشكر أيضا الكبير لسامسونج، فيرمونت لامارينا غابا سالي، سوفيتيل غابا جاردان دي روز، والمسرح الوطني محمد الخامس. إيوا اليوم الضيفة ديالنا كتحماق على المغرب. أكيد دائما في حواراتها وفي أغانيها كتعبر على حبها الكبير للثقافة المغربية، لبلادنا، اللباس المغربي، للفن المغربي. غنت أغاني مغربية جميلة بزاف تميزت بها وكانت ناجحة جدا. واليوم كيف ما هي سعيدة أنها تكون حاضرة في مهرجان موازين، تحنا فرحانين. كاينة ولا ما كايناش؟ كاين. إلا كليكم تعالى تشوف. مام. إلا كليكم صابرة. وطاوع قلبك. لأكيد معنا اليوم فنانة اللي حصلت على نجاحات كثيرة، ألبوماتها وأغانيها ناجحة في الوطن العربي وعندها مكانة خاصة عند الشعب المغربي. كيف ما هي كتحبنا حنا كنحبوها بزاف بزاف بزاف، وكنطلب منكم تصفيقات حارة وترحيب كيف ما حنا مولفين المغاربة بالفنانة والنجمة بلقيس. La pause.